السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. اليوم الأحد، عفوا اليوم الأحد، نعم، 11 من شهر الحجة، هذا الطريق بين جازان إلى صبيا. الأجواء في غبار، غبار الأجواء، لكن في رؤية واضحة لحد ما. في بعض المناطق تنعدم الرؤية لحد ما، ولكن في أغلب الطريق الجو صحو. الساعة الآن تشير إلى 3:37 عصرا، وقد حان الآن موعد أذان العصر في جازان. الماضيين كان الجو صحو، لكن اليوم سبحان الله فاجأتنا غبار موسمية. ولكن كما ذكرنا أن الغبار الموسمية هي متفاوتة، ممكن تأتي يوم وتغيب يومين هكذا. حسب ما ذكره الوسط الجوي في جازان، مشهور أن الغبرة قد تستمر مدة 55 يوما. الأجواء داخل صبيا كما أرى غبار، نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها.
خلاص؟ ها؟